أنا دائما مديتها علي سواء كنت بروحي أو قدام عيالي. عيل أنتوا شلون مشاركين عندي في الدورة؟ أوعدكم إن شخصياتكم راح تتغير. وأنت شنو مشكلتك؟ أنا دائما تأخذ راتبي وهي اللي تتحكم فيه. وأنت؟ أنا دائما أتحكم في دخلتي وطلعتي من البيت. وين رايح ومع من؟ يا إخوان أحتاج منكم التزام لمدة 30 يوم وشوفوا شلون زوجاتكم بيعاملونكم. يا إخوان المرأة مثل الجهاز، وكل جهاز له كتالوج، والكتالوج عندي أنا. مثال ثاني، المرأة يا إخوان مثل الطين، تقدر تشكله على مزاجك. ألو، ممكن أعرف أنت وين؟ أجي الحياة؟ إيه تمام تمام. شنو أسألك أنت وين؟ أخلص الدورة وأتصل. والله لو أوريك. إيش كنا نقول يا إخوان؟ إيه، فالمرأة مثل الطين. يمه معقول راح انت بهالجمال؟ ما حد تقدم لك غير ابوي؟ لا تقلبين المواجع يا يمه. كان في واحد ايطالي ميت علي وحاط لي الشمس في يد والقمر في يد. ايطالي واسمه فرانشيسكوس، كان بيموت ما بعرف شلون يدلعني. كان يعرف ان انا احب التمر، قام سوى لي بيتزا بالتمر. كان يعرف متى ارقد في الليل ويقوم يصك كهربة الفريج بكبره عشان ما تزعجني الاضاءه. واللي يضايقون عيال الفريج وهم يلعبون كرة عند باب البيت يقوم يبطل كرة قبل ما أطلع لهم. واللي قررت أطبخ أتفاجأ أنه مجهز كل أنواع الأكل. كنت عايشة في نعيم يا يما. هذه كلها صدق اللي قاعد تقولينه ولا دعاية حق المطعم؟ دعاية يا يما، هاي وهي واحدة تتزوج إيطالي. يما بلي فلفل من الثلاجة؟ يما ما في فلفل. وإذا قمت ولقيته؟ والله ما في. شلون ما في وانا اللي بنفسي حطيتني؟ وفي حادثة تعتبر الأولى من نوعها، قامت أحد الأمهات بكسر القاعدة ولم تجد ما كانت تبحث عنه. معنا زميلي أحمد من موقع الحدث. أحمد هل تسمعني؟ أحمد؟ أسمعك زميلي خالد. أنا حاليا في قلب الحدث ومعاي الولد بنفسه. خبرنا أخوي صلاح شنو شعورك وانت متقلب على الوالدة؟ والله شو أقول لك، أنا دائما مصدق يعني ما حصلت الفلفل. أيضا معنا ماما زليخة، خبرنا شو اللي صار. والله بصراحة أنا كنت متأكد من وجود الفلفل في الثلاجة، بس تلاقي الخدامة ولا أحد غير مكانه ولا يعني وين بيروح مثلا يعني. وحبيت أعتذر بعد حق الأمهات اللي قاعد يتابعوني يعني إذا فشلتم ولا خيب ظنهم يعني. زليخة حبيبتي حادث. شو صار الحادث؟ ما عارف ما عارف. ليش تسرب أمي كذا؟ ذبحتينا أنت غيري ثيابك؟ ما في ألوان ثانية تلبسينها؟ والله كيفي، أنا أحب اللون البرتقالي. قايلتك لا تلعب داخل البيت. شفت بطلون الكبت؟ كلها غيبوبة يومين. ملك سلطان! نرحب فيكم في بداية العام الدراسي الجديد. بصراحة وحشتونا، صار لنا سنتين ما شفناكم، بس ما شاء الله عليكم وايد أبهرتوني وكنتم متفوقين ومجتهدين. اليوم عندنا امتحان مفاجئ نراجع فيها معلوماتكم عشان مرة ثانية تتأدبون وما تغششون عيالكم من وراء اللابتوب. ها؟ يلا ابو حسن دخل كتب في الشنطه بسرعه. ام راشد اي برشام عندك في الدفه تطلعينها. يلا ابو خالد تلفونك.
وسند وين؟ وسند رايح البنك عنده موعد حق تأجيل الأقساط. زليخة مو وقت أكل الحين، الفسحة بعدين. شي صبرني أنا لساعة 10 أبو أخذ أدويتي. أهو بطل حلجك. عندكم 20 دقيقة تفضلوا. وحسن الصح والغلط وحسن وحسن ترى والله ما خلص لك فيزة الخدامة. أول سنتين صح البغي غلط بارك. السلام عليكم. بو سند برع وانطرني عند المشرف. لو رحت الجوازات خلصت لي كم شغلة. بسعود بسعود علمني بسعود بسعود لا تتصيمخ بطل حلجك سمحت الحين قاعد تستهبل ها؟ ترى والله ما برايقك باكر. تبي فلازيم ولا شكشوكة؟ كبر خطك الله يهديك. اوكي 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 خلاص اخر واحدة بغيرها عشان ما يقوى خشينا من بعض. طيبة باشر اعطوكم الكتب ولا لاحين؟ تأخر عني لا لوخك كف على وجهك الحين. انا قايل بساعدك في الاونلاين مو اداوم عنك في المدرسة. عكا طالبين مني تركسوت ابيض حق الرياضة وانا حصل قدي الحين. يلا من قدامي امش امش. عندك تركسوت ابيض حق باكر؟ الله كريم الله كريم. شنو الله كريم؟ انت متأكد من الاجوبة اللي علمتني في الامتحان؟ يسهل الله يسهل الله. مسعود مسعود مساكم الله بالخير متابعيني. انا حاليا في محل العطور وياي ارويكم منتجاتهم. بصراحة عطوراتهم قوية. ام علي كمر حاول تمدح اكثر بالك اكثر تفضل. تبي بالك اكثر ان شاء الله. خيال عطوراتهم خيال نار شرار. حاول بس لو تحلف لهم عشان يصدقونك. اقسم اقسم. انت بحلفها عشان يصدقون اكثر صح؟ والله العظيم يا جماعة اقوى عطر والله العظيم وقسما بالله والله العظيم اقوى عطر نازل في السوق يا جماعة. خلنا نرويكم الحين كم رشة عشان تصدق. الله الله على الريحة الله. طال عمرك بس لو تطلع اصوات عشان يصدقونك اكثر. طلع اصوات وانا رشها ان شاء الله. شوف شوف الريحة يا جماعة. عطي صوت العنزة بعد. صوت العنزة؟ لا لا ارجع حق الخيل. الخيل احسن كان. لا ادفع له بس خلصوا ما عندك فلوس؟ خلاص ما عندك شيء يعني. المهم يا جماعة الحين بحط لكم حسابهم وسوي لهم فولو وتابعهم. يعطيكم العافية. يلا حبيبي تامرني بشيء انا لازم استأذن امشي ها؟ بس باقي البخور بعد ما كملنا الدعاية. اي والله اعذرني انا اتوقع كفيت ووفيت معاك وعندي شغل لازم امشي بصراحة. نعم شو تفضل. ايه وين قلت لي البخور؟ ذاك الصوب. ذاك الصوب. عطني صوت الخرتيت الخرتيت. كريف واحد أصلاً ما يخرع. خلاص يكفي. سمعوني زين. اللي في خير يتنقرش ولا يتنقشل ولا يتحرش. ولا يطلعني بنظرة ولا يحرك لي صدره. سخيفين لحقني. ألو تكفى كل لي يب معاهم شاكر وبجعفر بعد. اسمعني كنسل مراشد ويب معاكم جعفر ومشاكر. يلا خف روحك يبهم سند وياكم سند. يلا استعجل باي باي باي. ما دريت الحين تحلى القعدة كل الألعاب عجيبهم شاكر. حرام عليك ما يفوز انا. ولا حركة يا جيل الحياة ولا حد حرك. جايبين حريم في بيتي. حبت لكم اربع قنابل
عندكم 30 ثانية طلعوا الحريم. أم شاكر وين؟ أم شاكر الكوهي تستهبل؟ أم شاكر انقلبت شوار مدياي؟ وين معبود؟ أم عبود الكوهي لحم زيارة طحينة. أم جعفر طلع أم جعفر. أم جعفر كلها مصابر. طلع أم جعفر طلع أم جعفر. وين طلع أم جعفر يا أخوي؟ حين ما يصير عبوركم غشيمة. أنا غشيمة ها؟ أنا سمعت الضحكة بنية. طلعوا الحريم. حبيبتي انت فاهم الموضوع غلط. هاي ضحكة خلود. اضحك الضحكة بعد مرة. أنا سامع اسم أم سند. أم سند وين؟ أم سند مايات. أقصد خلود ما يبقى معاه. لا 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 انتم ما منكم أمان يا رجالين. باقي 10 ثواني طلعوا الحريم. ما في أحد إلا احنا. حبيبتي هدي والله ما انا مو خشيمة. وين رايح؟ باقي 10 ثواني قول لهم. ما في أحد إلا احنا. ما في أحد إلا احنا. ما في أحد إلا احنا. تتوقعون من جبت معاي؟ من؟ أم سند اللي ما يبها خلود. إيه حياها حياها أم سند. ما حد غريب حياها. قوم قوم أم سند. يلا يلا. السلام عليكم ورحمة الله. يمكن هذه أول فيديو أصوره بهذه الطريقة بس لأن أبي الكلام يطلع من القلب للقلب. أنا تقريبا خذ لي 3 سنوات أنزل فيديوهات للإنستغرام وهي أحلى 3 سنوات مرت في حياتي. بس مثل ما يقولون لكل بداية نهاية وأحس إنه يا الوقت اللي لازم أوقف فيه فيديوهات. ما أعرف شو السبب بس أحس قدمت الأفكار اللي عندي الموضوع قام يصير صعب علي أكثر. قام وايد يأخذ من صحتي من وقتي من نفسيتي. فأتمنى إن أنا ما ضايقت أحد أو زعلت أحد وأنتوا أحلى شيء صار في حياتي. إيش فيك ما؟ كيف على كيفك توقف فيديوهات؟ تعبت يا يما خلاص. تعبت من شنو؟ نص الفيديوهات انا مثلت مضحك الناس. انت ايش سويت؟ ما عليكم منه. انا موجوده معاكم وقاعده على قلبكم. احبكم. اتفو الحمد لله. وليش تقول الحمد لله؟ تنتظر يقول لك يرحمك الله وتعرف الجواب؟ اطلع برا. باقي على نهايه الامتحان 45 دقيقه. باقي 25 دقيقة. باقي 24 لا باقي 23 دقيقة و 35 ثانية. ايش فيك انت سندرتني؟ عينك على ورقتك انت وياه. انت اللي هناك. السلام عليكم. شوي شوي يا شباب هلا نمشي نستمع لامتحانات شوي شوي بشويش حبة حبة ها شوي شوي يا شباب شوي بالتلفون ما عليه بس لا تبدوا الأوراق لا 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 ترى والله أزعل وامشي أمشي ألو تكفى قول لي يبقى أم شاكر وبجعفر بعد اسمعني كنسل أم راشد ويبقى معاكم جعفر وأم شاكر يلا خف روحك يبقى سند وياكم سند يلا استعجل باي باي ما دريت الحين تحلى القعدة حرام عليك ما يفوز انا ولا حركة يجي للحياة ولا عيد حرك جايبين حريم في بيتي حطت لكم 4 قنابل عندكم 30 ثانية طلعوا الحريم أم شاكر وين؟ أم شاكر الكوهي تستهبل؟ أم شاكر انقلبت شوار مدياي؟ وين معبود؟ أم عبود الكوهي لحم زيارة طحينة أم جعفر طلع أم جعفر أم جعفر كلها مصابر طلع أم جعفر طلع أم جعفر وين طلع أم جعفر يا أخوي حين ما يصير عبوركم غشيمة أنا غشيمة ها؟ أنا سمعت الضحكة بنية طلعوا الحريم حبيبتي انت فاهم الموضوع غلط هاي ضحكة خلود اضحك الضحكة بعد مرة انا سامع اسم ام سند ام سند وين ام سند مايات اقصد خلود ما يبقى معاه لا 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 انتم ما منكم امان يا رجالين باقي 10 ثواني طلعوا الحريم ما في احد الا احنا حبيبتي هدي والله ما انا مو خشيمة وين رايح باقي 10 ثواني قول لهم ما في احد الا احنا ما في احد في البيت
تتوقعون من جبت معاي؟ من؟ أم سند اللي ما يبها خلود. إيه حياها حياها أم سند، ما حد غريب حياها. قوم قوم أم سند. يلا يلا وي. حبيبي شو فيها حلوة؟ بصراحة قوية. هذا أتابعها أنا وأطق لها لايكات بتلفوني الثاني اللي خاشة في السيارة وأكلمها في الدايرك ما ترد علي. مرحبا اخوي. يا هلا شيخ. بس الوالدي بيصور وياك يحبك وتابع فيديوهاتك. الله يحفظه ان شاء الله. اما انا كلش مو ببالك، مع احترامي لك يعني اخوي ثقيل دم. يلا حبيبي صوره مع عمي. ما شاء الله ضعفان طال عمرك. مبين علي ها؟ ولا طال عمرك ولا بضعفان ولا شيء، شمتنك صاير درام، حتى ضحكتك خايسه. اي والله ضروري تبدلها. لا بعد عندك احسن. اي هذه ممكن تثبتها. واذا ممكن تشيل اغراضك لانك مطرود من الشركه. والله لو تغير ضحكتك من اليوم لباكر شيل قشك واطلع برا. ابو عبد الله اكلمك بعد شوي ها؟ تفضل. محبوب شلونك؟ تمام سلمك مرتاح ان شاء الله. الحمد لله. محبوب انا كان عندي سؤال شوي خاص عن اذنك يعني. محبوب انت كم تستلم راتب على هالوظيفه؟ شوف انا حاليا اسوي شاي راتبي يوصل 6000 دينار، واذا فكرت اسوي قهوه بيوصل راتبي 8000 دينار، بس انا الحين مرتاح مع الشاي. حب الكعب ان شاء الله. سلمك، اهم شيء انت مرتاح مع الجاي. مرتاح الحمد لله. ومحبوبه هذين اللي يغسلون الصحون والاستكانات اللي معك في المطبخ هاي كم يستلمون؟ مساكين ذلين يكسرون الخاطر، رواتبهم قليله على 3000 4000 دينار مساكين. مساكين. بارك الله فيك. سلمك محبوب. محبوب زين ما في شانس انا اعطيك السي في مالي وتوظفني عندك اساعدكم في شيء؟ صاحيت صاحي ضغط على هالوظيفة. أزبالك يا حد يسوي شاي، أزبالك أنا قعدت من الرقار سينا سويت شاي. لا يبا تعبت وعانيت على هالوظيفة، أصلا أنا ما أدري شو قاعد أسولف معاك. ضغط عني خلنا نروح حق المساكين. يلا قاعد مكانك شاب شركتك. يا حتى الشاي أنت ما بكفو تشربه. يلا قاعد مكانك. يلا يلا. هلا أبو عبد الله. لو سمحت الحساب. مرحبا. مرحبتين. ان شاء الله عجبكم الاكل. ايه كل شيء تمام، بس بغينا الحساب. الحساب مدفوع وعليكم بالف عافيه. لا تحرجنا عاد يا اخوي. ولا احرجك ولا شيء، عليكم بالف عافيه وحسابك مدفوع، وهذه بعد المبلغ حق يدك اذا تبي تشتري لك شيء من برا. مشكور اخوي مشكور. الله يسلمك. هاي ولدك؟ اي نعم هاي ولدي. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظه يسلمه حبيبي. هاي زوجتك؟ اي نعم هاي زوجتي. ما شاء الله ما شاء الله. انتوا جروب مع بعض؟ اي نعم. ما شاء الله ما شاء الله، الله يسلمك. انت معاهم؟ لا لا مو معاهم. ما شاء الله ما شاء الله، الله يسلمك. عندي اثنين بعد عيالي في البيت ما يو ويانا اليوم. ما شاء الله سلم عليهم. ما شاء الله الله يحفظ. ما شاء الله. الحياة اللي بسكل وشرب ونوم نفس البهايم. ما بيها تقومون ثاني يوم تعيدون نفس اللي سويتوه أول يوم، أكل وشرب ونوم نفس البهايم. شفيك عليك يا كابتن؟ أحس إنك قاعد تقصدني، ترى وايد بهايم موجودين.